ملفات التحقيق بالفساد التي تم إغلاقها دون أمر قضائي. ويبدو أن ما تضمنته هذه الملفات كان مذهلا، وتردد باليزار في الكشف عن اسم أحد الأشخاص، لكنه قال بعد أن ألح علي الطلبة أنه آية الله محمد إمامي كاشاني، عضو مجلس الأوصياء وواحد من 4 رجال دين يؤدون صلاة الجمعة في طهران، والرجل الآخر هو آية الله محمد يزدي الذي كان يرأس القضاء الإيراني سابقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية حب وإكرام لعوائل الشهداء ولعوائل الأسرة ولعوائل الأخوة اللي فرجوا عنهم مؤخرا من سجون الظلم والاستبداد. تحية خاصة للأخوة اللي معلولين، لكم أخواني وأخواتي الأبطال اللي ضحيتوا بأقل ما تمتلكون من أجل قضيتكم ومن أجل مشروعية حقوقكم. وأيضا تحية لكل من ناضل من أجل قضيته العادلة، القضية الأهوازية، هذه القضية المشروعة. أيضا من خلال برنامجنا لهذا اليوم رايحين نشير إلى موضوع القلاء اللي حصل مؤخرا بإيران والعالم أيضا بشكل عام وبالأهواز بشكل خاص، لأن حقيقة احنا متابعين هذه الأمور اللي تحصل، وأيضا توصلنا معلومات كافية ووافية عن ما يحصل بالأهواز، وإن نعرف كلش زين بأنه مدى ناسنا بالداخل يعانون من هذه القلاء اللي حصل. وحقيقة هذا القلاء اللي انفجر مرة واحدة اللي كثير من شعبنا ما يستطيعون وما يتحملون هذا الانفجار الهائل اللي حصل في الأهواز، واللي من المفروض يعني بالأهواز هذا الشيء ما يحصل، لأن الأهواز هو أبو الخيرات، الأهواز هو أبو النعم، الأهواز هو اللي مقذي إيران. يعني 90% من ثروات إيران النفطية هي تخرج من أرض الأهواز، من تحت رجلين هاي الناس اللي مخليهم حفات، من تحت أقدامنا. الأرض اللي تحمل كل هاي الخيرات، اللي تحمل كل هذه الثروات، اللي تحمل كل هذه المياه، اللي تحمل كل هذه الأرض الخصبة الصالحة للزراعة. ولكن للأسف الشديد حكومة إيران، حكومة الملالي وحكومة الشاه المغبور أيضا، كانت متعمدة ومتقصدة بتجويع شعبنا، بتدمير شعبنا، لأن عداهم عداء تاريخي اتجاه العرب، وأول ضحية لهذه العداء أيضا شعبنا، لأن هو أبو الخيرات. لذلك يردون يخلونا دائما جائعين، يردون يخلونا دائما مذلولين، يردون يخلونا دائما فقراء، يردون يخلونا دائما جهلاء حتى ينهبون ثرواتنا وإحنا لا نعرف عنها. وللأسف أيضا عندنا موجودين ما زالوا ما يعرفون هذا الشيء لسبب الجهل اللي خلقته الحكومات المتتالية في إيران. مثلا قبل فترة قصيرة لمدة شهرين إيران حصلت على 12 مليار دولار أمريكي بس لمدة شهرين فقط من ثروات إيران، من ثروات الأهواز النفطية. خلال شهرين فقط 12 مليار دولار
انت الجمهوريه الاسلاميه تدعين بالاسلاميه 12 مليار دولار، شو اعطيتي من عندها لهذا الشعب؟ ايش وصل لهم؟ ايش حصلوا؟ ليش بالنهايه ما حقهم الا الجوع والذبح والسجون والاعتقالات والتشريد؟ هذا جزء الاهوازيين ابو الخيرات. الاهواز هذا ابو الانهر، خمس انهر من اكبر خمس انهر في ايران في الاهواز. اصبحت اهل المحمره واهل الخفاجيه ما عندهم ما يشربون؟ هذا من العداله؟ ايضا شعبنا يعرف هذه الاضطهادات ويعرف هذا الظلم ويعرف هذا الاستفزاز. ولكن كلامنا هذا للناس اللي ما زالوا مغشوشين بايران، اللي ما زالوا يعتبرون ايران دوله اسلاميه، اللي ما زالوا يعتبرون ايران بانه هي دوله حقوق ودوله انصاف. وين الانصاف اللي تقولون عنه؟ كثير من شبابنا الان يعانون من مساله البطاله. يعني دعنا عن مسائل الغلاء، لو افترضنا ان موضوع الغلاء موضوع عالمي وموضوع ايراني، خلاص اتفقنا معاكم. ولكن انه تيجون تحرموننا حتى من فرصه العمل، يعني تيجون تجيبون الفرص من مدن اخرى وتجيبونهم تشغلونهم بالاهواز، تشغلونهم بالدوائر على ارض الاهواز، ولكن الاهوازي يبقى حتى ما عنده فرصه للعمل. كثير من شبابنا الان يعانون من مساله البطاله. وتعرفون انه البطاله والجهل يسبب الى كوارث. قبل يعني لحد امبارح كان موضوع مع احد الاخوه انه يقول والدي طلع من الباب رجال كبير شايب بيد النقال يجون جماعه يضربون.